الصعيد، قناة مصر السابعة. حينما تحلق أجنحة الأفكار ما بين الأزمنة ومواطن الخيال، تعبر رمزية الفكرة مخاضها نحو الحرية، فتتحسس الأنامل الخطوط والألوان، وتكتمل أركان التناغم لحناً، ويولد الإبداع. حينها يتسلل الفنان منبهاً، موحياً، وصانعا ماهرا للأحلام. التشكيل العراقي زياد بقوري، مواليد العراق 1963، مدينة الفلوجة. في بداية الأمر أريد أشكر الأخوة كادر برنامج جاليري حول العالم والسادة المشاهدين على الدعوة الكريمة الموجهة لي. أنا خريج معهد الفنون الجميلة بغداد 1990، بعد أن أكملت الدراسة 5 سنوات وتخرجت المتفوق الأول على دفعتي. أتكلم الآن عن سيرتي الذاتية ومسيرتي أو المشوار الثاني في حياتي الفنية. أنا في بداية الأمر مثل ما ذكرت قبل شوية أنه أنا تخرجت من بغداد 1990، واضطربت بنفس السنة كان مشواري منطقة الخليج العربي. في بداية الأمر ركزت على أنه بعد دراسة شاملة للوضع
شفت انه انا امكانيتي بالفن الواقعي جيدة لا يستهان فيها، فقلت حتى اعرف الجمهور والوسط الفني والثقافي علي لازم اشتغل شغلات وثائقية واقعية حقيقية. فارتئيت الى نفسي انه اشتغل اشياء اوريجينال توثق للمكان والزمان والازياء والفلكلور والعادات والتقاليد وبيئة البحر وبيئة البر وهكذا. ففعلا يعني اشتغلت اول معرض سويته بلون واحد هو اللون البني ودرجاته. هذا المعرض كان بداية وانعطافة قوية في حياتي الفنية. فسويت المعرض، المعرض كان الحجز به أسبوعين وتمدد إلى شهر وتمدد إلى أكثر إلى أن انتهى الوقت مع المعرض والأعمال كلها سوقت. فبديت أشتغل أوردر خاص، طلب خاص. بديت أشتغل يعني أقسم العمل مالي ما بين البر والبحر وبينهم العادات والتقاليد الشعبية. فأنتجت الكثير من الأعمال وراح تشوفوها إن شاء الله. هاي المسيرة استمرت تقريبا 5 سنوات. 5 سنوات جهد مضني كبير جدا هائل. ظليت أبحث بالكتب بالمصادر بالصور حتى أكمل المشهد البصري اللي أنا منتجة بأعمالي الفنية، والحمد لله والشكر نالت استحسان وقبول من الجمهور وبدأ يبيع سيتي يعني في منطقة الخليج العربي، وتسوقت أعمالي في قصور مهمة لدى الأمراء لدى الشيوخ، قصور حوائل يعني مؤسسات وزارات وهكذا. في نهاية هذا المشوار واجهتني قضية مهمة، انه أنا كفنان واقعي طرحت نفسي ونجحت، فلازم اطرح نفسي كفنان يعني حديث. ومثل ما تعرفون يعني الفنان الحديث لازم يكون عنده هوية فنية. بما انه انا الحمد لله امتلك ادوات جيدة واعرف كيف العب بالخامات الماتيريال، بديت أوظف شغلي بطريقة حديثة. يعني بالبداية اشتغلت أعمال، شاركت بمعارض، الجمهور طبيعة الحال متعود علي أنه أنا الطروحات مالتي كلها واقعية،
فلما أطرح تجربة حديثة فن حديث شوية الجمهور يصير عنده دروب، يعني ما يتقبلها بسهولة، فما بين مد وجزر. فأنا استمريت، يعني ظليت على الأمر إلى أن خلقت لنفسي هوية فنية معروف بها، إلها جذور حضارتي، حضارة وادي الرافدين، سومر وبابل وأكد وآشور. فظليت أشتغل على هذا الموضوع ميكس ماتيريال إلى أن عرفت. فاشتغلت مشروع من البداية بعد ما أن حققت هوية نفسي، مشروع اسمه أناشيد عراقية ملونة، هو عبارة عن سلسلة من المعارض اشتغلتها بعنوان واحد يافطة واحدة، أناشيد عراقية ملونة. مرة معرض نحصل بشكل اللوحة مدرج، هو رمز للمعبد السومري، ومرة ثانية اشتغلتها مثلث، ومرة أخرى اشتغلتها دائرة، ومرة أخرى مربع، مرة أخرى قطع صغيرة، مرة أخرى، يعني حاولت أوظف هذه الأشكال مع استخدام خامات مختلفة في العمل الفني، والحمد لله والشكر قدرت أحققه. وراح تشوفون بعد شوية مجموعة من الأعمال أو سلسلة تجارب في هذا الحوار. شارك مسابقات عالمية وفزت بأهم مسابقة عالمية في المملكة العربية السعودية لأكبر جدارية في العالم، موزايك. هذه مسابقة وصار عليها موضوع كبير وأنا فزت بها، وأيضا راح تشوفون نماذج من صور والدروع والهدايا اللي أنا أخذتها في هذا المضمار. المسيرة كانت حافلة. أيضا بديت أشتغل تصاميم انستليشن بالفضاء الخارجي اللي هي النصب الرمزية، وأيضا راح تشوفون مجموعة من أعمالي بالنصب الرمزية اللي تكلفت بيها من دولتي العراق، والحمد لله وشكر صممت، وقسم منها أخذت مجراها للتنفيذ، والقسم الآخر لا زال معلق بسبب الظروف اللي يمر بها العراق. الحمد لله والشكر مساحة واسعة حافلة بالإنجازات. أنا الآن يعني منكب على مشروع أخير اللي هو نشر الموسوعة العراقية للفن الحديث، وموسوعة أخرى ثانية للفن الواقعي لمعلم الأجيال أستاذ المرحوم فايق حسن. Thank you.
بالنهاية يا أخوان، يعني أنا أريد أشكر كادر برنامج جلري حول العالم، وأريد أتقدم التهاني لهم، يعني برنامجهم ناجح وفتشي عظيم ويقدم خدمة للناس. كذلك يعني أتقدم أمنية لمصر وأتمنى لها الخير بالبداية، حكومة وشعب وأرض وسماء وماء. الأمنية هي إن شاء الله قريبا بعد ما تنفرج أزمة كورونا أحاول أزور جمهورية مصر العربية وأحقق فيها زيارات متعددة للمتاحف وصالات العرض الفنية، جاليريهات ودار الأوبرا المصرية، وأزور الإسكندرية وأزور القاهرة وأزور محافظات أخرى، وأيضا بودي ألتقي بمجموعة من الأصحاب الفنانين المصريين اللي التقيت بهم بمحافل دولية أخرى. بالمناسبة يعني مصر غنية عن التعريف، لأنه هي أم الحضارات وهي يعني أم النيل، فقد ما أتكلم عنها يعني أظلمها أنا. فمدح مصر يعني مو غريب علينا احنا انه نمدح مصر، لانه مصر وشعب مصر وحكومتها لهم فضل علينا وعلى كل الدول العربية. مصر ولادة في كل شيء، ولادة علماء وفنانين ومثقفين وأدباء، وهكذا تعلمنا على مصر. يعجبني أزور حارات مصر أيضا، حارات مصر القديمة، يعني السيدة زينب، هاي الأزقة القديمة اللي بيها نكهة حلوة، يعني بيها موروث تراثي، بيها موروث تاريخي، منطقة الفاطميين وهكذا. في النهاية أشكركم، بارك الله بيكم، وأتمنى لكم الموفقية والسداد في هذا البرنامج اللطيف. شكرا جزيلا. قناة الصعيد، قناة مصر السابعة.